وازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ والنهارده جبنا لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيعجب الاغلبيه، لان فيديو النهارده معانا كلاب جيرمان ب 300 جنيه بس وتقلبها كويس، تمام. ومعانا برضه حاجات تانية جيرمان ب 500 جنيه، ومعانا كلاب بيتبول جراو بيتبول محترمين جدا جدا جدا، اهالي محترمه جدا. هوريكم صور الاهالي واقول لكم الاسعار بالارقام التليفونات وكل حاجه، واخليك تشتري الكلب في الفيديو النهارده باذن الله. اي حد حابب يشتري كلب وجاهز وفي نيه، فيديو النهارده الفيديو ده ليك، صدقني هتشتري النهارده كلب. قبل بدايه الفيديو كده يا شباب، ما تنساش تعمل لايك، اهم حاجه عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. لو انت بتحبني اعمل لي لايك، اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. هسيب لكم رقم التليفون بتاع الشاشه، اي حد حابب يعرض اي كلب حابب يبيعه من خلال القناه، هسيب لكم رقم التليفون على الشاشه. ابعت لي الصور المكان السعر او فيديو على الواتس، تمام. وعلى طول الفيديو الجاي باذن الله الكلب بتاعك هينزل معانا وهيتعرض باذن الله ويتباع من خلال القناه. يلا شباب نخش في الفيديو من غير رغي كتير، عارف ان انا غبت كتير. يلا، لان الفيديو النهارده حماسي جدا. فيلا نبتدي باول حاجه معانا جروايه بيتبول عمر شهرين ونص، بتحب اللعب، تقلبها شعبي شويه، مطلوب فيها 1400 جنيه، تمام. المكان اليوبيه بنها، رقم التليفون هتلاقيه على الشاشه. انا شايف ان انت ممكن تنزل معاه مثلا ال 1000 جنيه، لان الكلب ده مستواها ضعيف جدا جدا جدا، جوزها طويل جدا، عظمها مش مظبوط، الكلب يعني برده مستواه شعبي ميت جدا. فانا شايف ان 1400 برده كتير عليها، ده انا بقولها طبعا، واتمنى صاحبها ما يزعلش مني، ولكن هو عرضها ب 1400 جنيه. فانت لو عجبتك الكلبه شوف الدنيا بتقول ايه، حاول تتواصل معاه وحاول تشتري من يعني تتواصل مع صاحبها وتشتري. وهي اللي عاملين عليها فيديو النهارده ست نوت، تمام. 35 يوم مطلوب في الواحد 300 جنيه بس. سعر طبعا النوت شايفين جميل جدا، مفيش الارقام دي. العنوان الشهداء منوفيه. فيديو الجواز هسيبه لكم عشان برضه تشوف التقليد، تمام. الام مش قد كده، الاب محترم وحلو جدا. لو في جراوي زي الاب ب 300 جنيه هيبقوا حلوين جدا. طبعا الفيديو اللي هو بعته لي مش واضح فيه الجراوي قوي، ممكن يكون ظالمهم جدا جدا جدا، بس انا شايف ان في جراوي لقط، يعني في حاجات لقط كده انت ممكن تاخدها، وبالذات لو انت تاجر ممكن تاخد الحاجات دي تتاجر فيها، تمام. ب 300 جنيه مش فلوس، ممكن تشيل الشيله كلها برضه، ارخص من كده تاخد الجراوي ب 250 ب 200 جنيه، هتبقى حاجة محترمة جدا وتبيع انت بشطارتك، تمام. معانا بقى حاجة ست شهور، كلب جيرمان ست شهور، المكان محطة حلوان، فيها شراسة كويسة جدا. طبعا زي ما انتم شايفين تقريبا ديلها لمس الارض، مسكها حلو، الوانها حلوة مظبوطة، عظمها ضعيف شوية، مش مشكلة، عايزة شوية اهتمام. مطلوب فيها 1500 جنيه، عندها ست شهور زي ما قلنا، المكان محطة حلوان، كلبة يعني كويسة. معانا برضو جراوي جيرمان ب 500 جنيه بس، برضو اهالي كويسه، ممكن الجراوي تكون احسن من الجراوي الثانيه شويه، وشهم غامق خالص مقفول. جراوي جميله جميله جميله، الله اكبر عليها، حلوين جدا. ومطلوب في الواحد 500 جنيه بس، فاسعارهم جميله جدا جدا جدا، مش رقم فيهم خالص يعني. صراحه جراوي برضو سعرها حلو زي اللي فاتت، برضو 300 جنيه، وطبعا مش فلوس عشان ما تحكيش في تقليبات وكده، تمام. معانا بقى جراوي بيتبول، الله اكبر عليهم، المستوى باين جدا في الصور، مش هنتكلم كتير، الاهالي هسيب لكم صور الاهالي. سعرهم بقى بالنسبه للاهالي محترم جدا، مطلوب في الواحد 1300 جنيه ان كان ذكر او نتان، مكان الجيزه ذكر وثلاث نتايات، تمام. الشخص عنده ذكر وثلاث نتايات، لو انت هتشيل الشيله كلها كده هيعمل معاك واجب محترم، بس الخلفه دي جميله جدا. لو في فيديو للجوازه للتاكيد بس ان ده الاب، شوفوا وصدقني لو ده الاب شيل الخلفه كلها، تاجر انت وانت وشطارتك، حتى لو الواحد ب 1000 جنيه وده الاب، صدقني الجرو ده تبقى حاجه محترمه جدا لما تكبر. فجرو الله اكبر عليه، وانا شايف ان التقليب توب التوب، حاجه جميله 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 جميله، ربنا يبارك لصاحبهم، كلاب بسم الله ما شاء الله عليها حلوه جدا. معانا بقى نتايه جيرمان لسه قايمه من خلفه، تمام. الجراوه بتاعتها هو كان عرضه من الاول بالجراوه، بس الجراوه بتاعتها اتباعت، تمام. فدلوقتي هو بيبيع نتايه لوحدها. النتايه انا شايف ان هي المستوى بتاعها شغال جدا، شعريتها حلوه، دبدوبه كده، الوانها نايمه، تمام، ما فيهاش عصب، مش مشكله. انا شايف ان الكلبه دي حلوه، لو انت عندك ذكر تقيل وجوزتها هتجيب لك خلفه محترمه جدا. طبعا كانت جايبه خلفه كويسه، الكلبه عصب ودانها نايم شويه برضو، مش اللي هو مش اللي ميت خالص، ف يعني كلبه كويس. الام متدربه بتاعها كويس جدا، فيها شراسه فطريه، ومش هو اللي مش صاحبها انا اللي مشرس، تمام.
هنقول نقيم احنا كلبه زي دي ب 1500 جنيه تمام. انا شايف ان مستواها كده حلو جدا، كويسه جدا، لسه قايمه من خلفه، انا شايف ان مستواها يعني كويس. بقى حاجه برضو محترمه، المكان اكتوبر برضو تمام. السعر المطلوب فيه 2500 جنيه، هو بيحرس مكانه كويس جدا وشرس كويس جدا، يعني كلب شرس تمام شغال تمام. الكلب ده برضو عصب ودانه نايمة خالص، دي نايمة تماما، بس الكلب كتقليب كويس. انت ممكن تنزل مع الدنيا شوية ب 2000 جنيه ولا حاجة، بس هو كتقليب انا شايف ان هو مش وحش ومش افضل حاجة برضو، يعني كلب على قده تمام. معانا بقى حاجة جيرمان، الحرب الجيرمانات الحمراء، انا بحب اللون ده جدا، نادر جدا عندنا في مصر، بس كلب كمستوى حلو تمام، مش يعني مش سيء، شغال جدا، الوانه جميلة. كلب شعريته برضه ها مظبوطة شوية، كلب عايز ياكل شوية، عايز عضمه يجمد شوية ويتغذى شوية تمام. الكلب جميل جدا، ربنا يبارك لصاحبه. مطلوب فيه 1300 جنيه فقط تمام. ممكن تنزل معانا، شايف انه ممكن ينزل 1000 جنيه برضه، بحكم ان اللون ده مش منتشر عندنا في مصر، او في ناس مش فاهماه، في ناس ما بتحبش تربيه وبيبقى حاجه نادره كده. فانا شايف ان هو 1000 جنيه كويس جدا لو انت تتكلم مع صاحبه مثلا في 300 جنيه دي، شطاره منك برضه، شوف الدنيا بتقول ايه واتكلم مع صاحبك. معانا نتايا عندها سنه و8 شهور، جابت وش قبل كده جوازه، يعني خلفت قبل كده 9 جراوي، دم عالي جدا وشراسه زي ما احنا شايفين في الفيديو، داخله على حيط تمام، داخله على جواز يعني، كلب الله اكبر عليه تمام. قال لي قيم انت، طبعا الجريد دان يعني كلب حلو جدا، ماسك سعره جدا في السوق، انا شايف ان حاجه زي دي وانت منتجه يعني ممكن تتباع ب 3-3.5، كويسه جدا بالنسبه للجريد دان، وهي اسعاره كده في الاساس تمام. هو بيبقى غالي شويه بس كلب حلو تمام، كلب مواصفاته جميله جدا، يعني كلب تحب تربي، حاجه رايقه، مش يعني مش منتشر عندنا في مصر زي الجيرمان والبيتبول والروت والكلام، لا كلب تحس ان هو نادر كده، نادر الوجود، انت ماشي بيه حاجه في الرايق تمام. معانا بنوته عمر 43 يوم، متطعمه بالدفتر، حفيده كسار، مش عارف مين ده الصراحه، خط دم محترم يعني، لو انت ممكن تشوفه على الطبيعه شوفه، بيقول لك على الطبيعه احسن بكتير الجرويه ديت. مطلوب فيها 4000 جنيه المكان حضرتك القبه، طبعا الجرويه بتتكلم عن نفسها زي ما انتم شايفين، وقفتها حركتها الماسك الوش، الكلمه دي الله اكبر عليها. ديل فوق الارض سنه، او جايب الارض يعتبر لمس الارض، بس الجرويه حلوه جدا، ربنا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك لصاحبها تمام. معانا البقر ونتاي عمر 50 يوم تمام، مطلوب في الواحد 3000 جنيه للجرو الواحد، بس هو عامل عرض للقناه ب 2500 جنيه تمام. طبعا انا شايف ان الجرو برده مستواها جميل جدا زي اللي فاتوا، الاثنين دول مستوياتهم الله اكبر عليهم، محترمين جدا جدا جدا، ربنا يبارك لصاحبهم. كلاب توب التوب، جميله جميله جميله، جرو جميله جدا، عجباني جدا، ربنا يبارك لصحابهم تمام. معانا نتايا عندها سنه ونص، مخلفه مره قبل كده وحنينه جدا تمام، على الجراو مطلوب فيها 2600 جنيه. نتايا مستواها حلو، عظمها حلو، ماسكها حلو، ودانها حلوه، كلبه جريئه ووقفتها حلوه. واللي هيجي متابع القناه هيتعمل معاه واجب كويس جدا، المكان منه فيها مركز اشمون تمام، مطلوب فيها 2600 جنيه. ممكن تنزل الدنيا شويه، ما دام هيتعمل معاك واجب نزل الدنيا شويه على قد ما تقدر، شوف الدنيا برضو بتقول ايه تمام. كلبك كمستوى حلو جدا. معانا بقى كلاب جيرمان، هو بيبيع كلب واحد فيهم، الجرو واحد بس اللي فاضل عنده، مش عارف هو بيهوى واللي بيهوى في الفيديو، فمش عارف انا اوضحه لكم ازاي، ممكن احط عليه علامه تمام. مطلوب في الجرو 2900 جنيه قابل للتفاوض. الاب معاه الجواز بتاعه جاي من بره، مش عارف معاه البيديجري ولا لا، بس هو صاحبه بيقول ان هو جاي من بره، اتاكد برضه، شوف الورق بتاعه البيديجري الكلام ده كله. المكان محافظه هنا تمام، عند مستشفى الهلال الاحمر وسط البلد تمام. كلهم بنات الجرو، كلهم بنات تمام، بس هو عايز يبيع النتايه واحده اللي فيهم تمام. شوفها كده برضه على الطبيعه، خليه يبعت لك فيديوهات ليها لوحدها وشوف الدنيا بتقول ايه. مطلوب 2900 جنيه، الاهالي حلوين جدا وسعرها حلو جدا. بس حابب قلبي نكون وصلنا نهايه الفيديو، عارف ان الفيديو ده انا مستعجل في الكلام شويه وانا بقيم الكلاب، بس
عشان الكلاب النهارده كتيره جدا بقالي فتره ما نزلتش، فناس ياما كانت بعتالي، فقلت ان انا احرق بقى في الفيديو على قد ما اقدر عدد كلاب، لان الناس ياما بعتالي فمش هقدر اخليهم يصبروا اكتر من كده. طبعا في ناس برضو لسه بعتالي، انا عارف الموضوع ده، بس بعتذر لكم كلكم، اعتذر لكل الناس اللي متابعاني ومستني الكلام بتاعي ينزل، بعتذر جدا جدا جدا. ان شاء الله الفيديو الجاي برضو وهيبقى قريب على طول ورا ده يعني هينزل باذن الله، وهيتبع من خلال القناه. مش تعمل لايك شير في القناه. كان معكم اخوكم ديركس. سلام.